بنات ولاد البلاد. ان شاء الله غادي نقول الكلمه ديالنا غدا ان شاء الله والنصر فريق الوداد ان شاء الله. خوف كيسبقنا اكثر من الفريق اللي غيلعب مزيان غنشجعو. غنشجع الوداد واخا ماشي ودادي وانما غنشجع الوداد حيت لعبها الدرابو ديال المغرب. التوقعات ديالي للفينال ديال عصبه الابطال بين فريق الوداد البيضاوي والاهلي المصري. فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله غادي يفوز وغادي يفوز بشي حصه ثقيله ان شاء الله بدون عاطفه. فريق الوداد البيضاوي فريق كبير كيعرف ينتصر سيرتو منين ولا مع المدرب الكبير وليد الركراكي كيعرف كيفاش ينتصر وانتصرنا بعد مباريات خارج ارض الوطن. وان شاء الله هذا الفينال هذا كاين في مركب رياضي محمد مركب رياضي ستاد دونور غادي نربحوا ان شاء الله بنتيجه واداء والكاس يبقى هنايا وتكون احتفاليه ان شاء الله تكون فرجه في المستطيل الاخضر وتكون فرجه كذلك في المدرجات غادي نشوفوا تيفوات ان شاء الله ونشوفوا لومبيونس ونشوفوا دونور داير ان شاء الله كل ما هو جميل نشوفوا غدا ان شاء الله في مركب رياضي محمد. المهم ثلاثه كاينه 3-1 المهم ثلاثه 0 3-1 اي مارك يحسوني ان شاء الله يضرب ذوبيت وحيت حنا ولفنا تنسجلوا اهداف كثيره ان شاء الله والفينال غادي نديو كاين صحافه دوليه وكاين ناس مهمين ديال الرياضه ديال الكاف وديال الفيفا ان شاء الله غادي نستعرضوا عليهم العضلات ديالنا في الشباك ان شاء الله. كجماهير وداديه حنا ما غادي نشعل هاد الواقعه ديال التشاداكير. كاينين شي وحدين شي جماهير كما كنقولوا جماهير مناسبات جماهير مناسبات اخويا اللي كنشوفهم هما اللي واخدين لي تشيكي والدريات عاوتاني هما اللي واخدين لي تشيكي. شي واحد اللي عمرنا شفناهم في ماتشات لا في بطوله لا في شامبيونز ليغ لا في ماتشات ديال كاس العرش ما عمرنا شفناهم شي واحدين اخويا هما اللي واخدين تشيكي. ملي تشيكي ولا واحد ودادي عمرو جا للتيران كيجي غير بحال هاد الماتشات هادو كيقول لك مقطع جوج ولا ثلاثه الاوراق كيبيع لك ورقه كيقول لك 1500 درهم 1600 درهم راه حشومه هادي وانه غيبيع انه ودادي انه كون ودادي غيبيع لواحد اخر ودادي غيبيع عليه ب 1500 درهم. السيت اللي دارت الجامعه هي اللي مكلفه انها هي اللي تكلفات بقطع ديال التشيكي وهادي على الاقل كانوا يديروا من الناس اللي ما عندهمش ما غيوصلوش لهذا الحال ديال السيت يديروا كيشي كما كنا كنقطعوا ايامات عاديه كيشي عادي الناس اللي ما غاتش ولا ديزون فرقوهم بحال هكا في المول شي حاجه بحال هكا يفرقوا البلايص اللي غنقدروا نوصلوا لهم ناخذوا منهم تشيكي فرق عام راك عارف جماهير وداديه راه التنظيم في اي حاجه. وان شاء الله غادي نقول الكلمه ديالنا غدا ان شاء الله والنصر فريق الوداد ان شاء الله نتمنوا فوز بعد نفرحوا من طنجه للقويره نفرحوا المغاربه كاملين ان شاء الله وديما وداد وخبار في راسكم صراحه ديما وداد وداد ان شاء الله تنتمنوا من الله ومن الجمهور المغربي ودعوات الامهات والمغاربه توقع ان شاء الله يكون نهائي مغربي وقلقه في المغرب اللي غاب عنا من سنه 2017 وكل نريد التوفيق لفريق الوداد اللي تيمثل الكره المغربيه والجمهور المغربي كله غيكون وراء فريق الوداد ونتمنوا اللقب ما يخرجش. هذه يكون التوقع النتيجه واخا تكون 1-0 المهم نربحوا نديو اللقب وصافي كما كانت النتيجه المهم اللقب نتحسموا فريق الوداد فريق مغربي ان شاء الله. شي رساله للاعبين فريق الوداد ونتمنوا الرساله يكونوا يترجلوا مع سنة 2017 وفي 92 اللي حافظوا على اللقب وهزوا الكرة المغربية ورفعوا التيتر ديال فريق الوداد عالي إن شاء الله وإن شاء الله هذا الجيل تا هو يموت على القميص بحال الكرتي بحال الجيل ديال الداودي الجيل ديال الكرتي وبن شرقي وناجم اللي جابوا اللقب في 2017 والجيل ديال الداودي وفخر الدين وفاسيلي وموسانداو وإن شاء الله من هذا الجيل ديال جبران إن شاء الله وتاكناوتي وحيمود وهاد ان شاء الله يكون عند نجيبوا لنا توما هاد اللقب ان شاء الله اللي ما يغبرش. انا راه جاو اخويا ديما راه شكون غتشجعنا هاد المقابله ديال الوداد والاهلي؟ او اخويا اللي غيلعب مزيان راه غنشجعو راه باينه شكون غيلعب مزيان. ممكن تشرح لينا اخويا؟ صافي راه كل شيء صافي راه باينه شكون اللي غيلعب مزيان راه هي اللي غتربح. شنو جوي غنشجع الوداد؟ نقولوا مثلا ربحات الوداد هي ما تربحش نقولوا ربحات. كتسمى ديك اللعيبه ديال في المنتخب زعما المغرب راه دار شي حاجه. ربحات الاهلي راه باينه غتربح يلعب كره بصح شويه صافي الشيء اللي كاين. انا رجاوي اخويا نشجع الفريق الوداد باش تيبقى مغرب ديما رايات المغرب غتطلع في الفينال كشي علاش غنشجع الوداد غدا الله يدير لهم شي 2-1 ولا 1-0 ان شاء الله. وداد يا خويا الراي ديالي مقابله عاد تكون صعيبه حيت كتلعب مع نادي الوداد مع نادي الاهلي المصري نادي القرن
والتوقعات ديالي ان شاء الله فوز نادي الوداد الرياضي البيضاوي نتيجة 2-1. الخوف كيسبقنا اكثر من الفرحه. كيفاش الخوف؟ علاش الخوف؟ واه مقابله نهائيه وملعوبه في الارض ديالك وفي بلادك ضروري كتشدك شويه الخوف. 2-1 ان شاء الله الوداد البيضاوي ان شاء الله. طبيعه الحال غنشجعوا الوداد حيت بلاد ولاد البلاد يلعب على البطوله المغربيه ضروري ما خاصك تشجع حتى الوداد. وخت راجل وان شاء الله غير ربحوا الكاس ما غيخرجش من الكاس. ان شاء الله غير ربحوا ماشي المهم هي النتيجه، المهم هو الكاس ما يخرجش. جوج زيرو اخويا المهم الكاس ما يخرجش من الكاس. يلعبوا اخويا مني شم وكنوجه لتاكناوشي يحبس لينا مزيان وما يبداش يضحك علينا صافي.